السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني احلى اخوات في الدنيا كلها، بحبكم. ربنا ما يحرمنيش منكم ولا من وقفتكم جنبي ولا من دعمكم ليا، احلى اخوات في الدنيا كلها، ولا يحرمني من الكومنتات الجميله اللي بتكتبوها لي اللي دايما بتشجعني. احب ارحب باخواتي من داخل مصر وتشمل جميع محافظات مصر، واحب ارحب باخواتي من الدول العربيه، ليبيا ولبنان وبيروت والاردن وفلسطين والمغرب والجزائر وتونس والكويت والسعوديه واي دوله عربيه بتتابعني على عيني وعلى راسي. واحب ارحب بالدول الاوروبيه، فرنسا والمانيا وباريس ولندن ونيويورك واي دوله اوروبيه بتتابعني على عيني وعلى راسي. بحبكم يا احلى اخوات في الدنيا كلها. النهارده عامله لكم فلوج، احنا هنا في اسوان على الكورنيش زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. اللي هناك ده قدامكم ده اسمه ابو الهوى، زي ما حضراتكم شايفين دوت جبل ارتفاعه معدي ال 1500 متر، ودوت بنروح نطلعه ان شاء الله. هعمل لكم فلوج جديد وهنطلعه ان شاء الله مع بعض. دلوقتي بوريكم كورنيش اسوان والمراكب. طبعا ما فيش اجمل من اسوان، مدينه سياحيه جميله واغلبها اجانب طبعا، واحنا كلنا عارفين وجوها جميل جدا في الشتاء. طبعا كل الاجانب بيجوا يشتوا عندنا هنا عشان الجو بيبقى معتدل خالص بالنهار وبالليل بيبقى كويس، لكن في الصيف عندنا ما انصحكوش تيجوا في الصيف لان الصيف بيبقى الجو عندنا نار بالنهار. بس بلد جميلة جدا زي ما حضراتكم شايفين. ده النيل، شايفين صافي ازاي ولونه ازرق، مش زي النيل في مصر طبعا مبهدلينه وبيرموا فيه زبالة. هنا الناس محافظين جدا على النظافة بتاعة النيل زي ما حضراتكم شايفين كده يا حبايب قلبي. اوريكم المراكب، ادي كده هنا في المرسى مراكب اهي يا حبايبي، وهنا البواخر اللي بيبقى فيها ناس تنزل فيها، فيها اوض غرف وكده بينزلوا في قلبها، يجوا الاجانب اللي بينزلوا هنا يشتوا عندنا. فيها غرف طبعا وبتمشي من الاقصر لاسوان، وغير كده بيبقى فيها غرف وخدمه يعني عاليه وفيها اكل وفطار وغدا وعشاء طبعا. بس انا معرفش اسعار، بعد كده هبقى اسال لكم على الاسعار يا حبايبي عشان اللي يحب يجي يزور اسوان. هنا اسوان بلد جميله جدا، جميلة جدا أسوان زي ما حضراتكم شايفين. هنا برضو، هنا برضو مراكب تانية اهي زي وعبارات اهيت، فيها فنادق زي الفندق يعني بتبقى فيها غرف على البحر، مكان جميل جدا وتحفة زي ما حضراتكم شايفين. هنا في أجانب اهو برضو، هنا أغلبها كلها أجانب، اسوان كلها هنا مليانه اجانب اكتر من المصريين اللي فيها، لان اسوان جميله جدا طبعا وجوها جميل خالص في الشتاء، واحنا خلاص داخلين على الشتاء كله هيجي، وفي رحلات نص السنه طبعا هنخرج وهنعمل اكبر فلوجات مع بعض. ربنا يخليكم ليا ما يحرمنيش منكم ابدا ولا من دعمكم ليا، احلى اخوات في الدنيا كلها. احب اقول لاخواتي وحبايبي اللي ما اشتركوش في القناه يا ريت يشتركوا ويفعلوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل جديد من قناه يوميات ومنيلي، فضلا وليس امرا طبعا. ويا ريت يا جماعة يا حبايب قلبي ما تتخطوش الاعلام بالله عليكم، زي ما حضراتكم شايفين كده. زي ما حضراتكم شايفين يا حبايب قلبي المنظر هنا والمراكب، وهنا العبارات فيها زي اوتيلات او فنادق يعني بيبقى فيها غرف فيها خدمه بيجوا يقعدوا فيها السياح والمصريين برضو، لبنان وبيروت واي دولة عربية بتيجي هنا تشتى عندنا. زي ما حضراتكم شايفين يا حبايب قلبي هنا كده منظر تحفة، وهنا ابو الهوى. زي ما شايفين يا حبايبي ادي كده العبارة اهي، فيها هناك نافوره شغاله من فوق على السطح بتاعها، مش عارفه هي واضحه لحضراتكم ولا لا، زي ما حضراتكم شايفين كده. طب احنا دلوقتي قربنا على الغروب، وادي الشمس، الشمس ضاربه في الميه، ميه النيل زي ما حضراتكم شايفين كده يا حبايب قلبي. اسوان جميله جميله جميله، ويا ريت تيجوا تزوروها وتنورونا وعلى عيننا وعلى راسنا، تنوروا اسوان كلها يا حبايبي.
زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، شايفين المنظر. انصح كل اللي عايز يجي يشت في اي بلد يجي اسوان، اسوان جميلة جدا جدا في الشتاء. وان شاء الله هعمل لكم فلوجات كتير وهوريكم اماكن كتير في اسوان. يا احلى اخوات في الدنيا كلها، بحبكم في الله، ربنا يجازيكم كل خير وما يحرمنيش منكم ابدا ومن دعمكم ليا. زي ما شايفين يا حبايب قلبي، وادي عبارة تانية، فندق تاني برضو، كلها هنا العبارات عاملة زي الفنادق اللي الأجانب والمصريين اللي بيحبوا يجوا هنا في المشتى هنا يشتوا عندنا في أسوان. شايفين الجمال والحلاوة؟ زي ما حضراتكم شايفين يا حبايب قلبي، شوفوا العبارة كبيرة قد إيه، زي فندق بالظبط بس بيبقى على النيل. هنا كلها هنا عبارات عاملة زي الفنادق وخدمة ممتازة طبعا، كان مصريين ولا أجانب. زي ما شايفين يا حبايب قلبي اهو، يا حبايب قلبي شايفين المنظر، ادي المرسى هنا، مش اللي عايز يروح ابو الهوى اللي وريتهولكوا، هنا اهو زي ما انتوا شايفين، والناس اللي رايحه واللي جايه، هنا المراكب اهو، مرسى وجراج قوارب نادي التجديف والرياضات المائيه، هنا المرسى اللي بيروح في اي حته. شايفين الجمال والمنظر، وادي هناك هنا فندق برضو بعيد، مش عارفه التصوير جايبه ولا لا، زي ما حضراتكم شايفين هنا الدنيا جميله خالص خالص خالص، زي ما حضراتكم شايفين اسوان وجمال اسوان. وادي هنا ناس برضو رايحه تعدي الناحيه الثانيه تروح ابو الهوى، وادي برضو فندق تاني، برضو عبارة تانية اهي، فندق تيجي هنا الاجانب والمصريين برضو ينزلوا فيها، هنا كلها عبارات. زي ما شايفين يا حبايب قلبي، وادي هناك هو فندق برضو اللي بقول لكم عليه، هنا المرسى زي ما شايفين يا حبايبي، منظر هنا تحفة. وهنا ماكدونالدز، دي ماكدونالدز زي ما انتم شايفين، نادي التجديف هنا، نادي التجديف والرياضات المائية، اي رياضة مختصة بالمية هنا النادي ده المتخصص فيها، زي ما حضراتكم شايفين يا حبايبي. واحب اقول لكل اخواتي وحبايبي اللي بيتابعوني من اي دولة، بحبكم في الله، احلى اخوات في الدنيا كلها، ربنا يخليكم ليا ما يحرمنيش منكم ابدا، من دعمكم ليا ومن وقفتكم جنبي. احب اقول لكم يا حبايبي اللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك فضلا وليس امرا، ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد من قناه يوميات ام نيلي. هتوحشوني للفيديو اللي جاي، وهوريكم فلوجات كتير وحاجات كتير هنعملها مع بعض، وعندي مفاجات ليكم كتير برضو ان شاء الله. بحبكم يا احلى اخوات في الدنيا كلها، ويا ريت اللي عايز يجي يزور اسوان يجي وينور، اسوان جميله جدا، بلد جميله وبلد سياحيه، جواها حلو في الشتاء. اشوفكم الفلوج الجاي ان شاء الله يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.